دشنا سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية خطة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين خلال حفل أقامته وزارة الخارجية بمناسبة يوم المرأة البحرينية. نعم، وقد اشتملت الخطة على عدد من المشروعات والمبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة لدعم تقدم المرأة في وزارة الخارجية. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تهاني لجميع منتسبات الوزارة، مشيدا بما حققته المرأة من إنجازات بارزة ونجاحات متميزة في العمل الدبلوماسي في الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، تحقيقا للنهج الحكيم السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربا عن خالص الاعتزاز والثناء للجهود المباركة لسمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وما تبذله من مساع متواصلة وعمل مشهود لرعاية ودعم المرأة البحرينية وتعزيز نهضتها وتقدمها. وأشاد سعادته بالعمل الدؤوب المخلص والجهود الملموسة التي قامت بها لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية من أجل النهوض بالمرأة العاملة في الوزارة والارتقاء بقدراتها وتوفير الدعم اللازم لكافة العاملات في الوزارة.